أنا أنس عياط وكيل شركة كيب أوت في طول كرم. إحنا الوكلاء الوحيدين طبعاً. حبينا نفتح الشركة في والمحل يعني على أساس إنه تكون شغلة أو بضاعة مميزة عن السوق، لأنه في السوق بتشوف يعني بضاعة شفتها كله قريب من بعضه، كله جايب الكوبي وين، فحبيت أنا أخذ وكالة الشركة شايف ونفتحها هون وإن شاء الله إنها فتحة خير. الأسعار إن شاء الله إنها مناسبة. قبل كانت الكيب أوت كتير غالية، جديد من قبل سنتين برضو نزلت الأسعار، يعني هلأ بتكون الأسعار يعني متراوح للي معاه وللي ميزانيته شوي أخف، بس مجملا البضاعة سعرها فيها يعني والبضاعة حلوة.